شنو التحديات اللي خلتكم تدورون على حل مثل زيدة أو غيره؟ هوش 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 أوكي. احنا سولفنا في سالفة الاشتراكات وعندنا خبرة سابقة في سالفة الاشتراكات. فموضوع اليوم لما يجي مشترك يبي يشترك وبنوصلنا احنا وبنوصل على مدى الشهر هذا او الاسبوعين او الاسبوع او 20 يوم الى اخره، احنا مغطين متطلب الزبون من ناحية هذه اللي هو الطريقة الشهرية. لكن على الصعيد الثاني اللي هو سالفة ان نكون مطعم يتواصل معنا الزبون وصلنا طلب، احنا نهائيا مو مجالنا هذا، ما نعرف له. اوكي، فعلى طول وين اتجهنا؟ شفنا اليوم بالسوق شنو الموجود يعطينا حل سريع. هذا وايد شيء، لان مره ثانيه ها انا اقول لك الحين ابي اسوي، فما ابي اقعد اسس وست اشهر ابي اقعد واسوي لي اداره وديبارتمنت وقسم توصيل ولا لا لا وسيستم، لا ابي الحين شيء موجود. فالريكومندد كان بناء على تجارب الناس الثانيين زيده. كان زيدة، هو قال هذا الأفضل اليوم الموجود بالسوق ويحل لكم سالفة الوان تايم أوردر. الحين نسميه هذا الوان تايم أوردر. فعلا دشيت السيستم قبل لا توصل وياكم. قاعد أطالع اليوم شون طريقة سيستم، ففكرت قلت بدل لا أنا أبني سيستم جديد وأسس هذا المجال كامل وان تايم أوردر، راح يأخذ مني وقت مجهود، وهذا كله أنا بالنسبة لي كوست. بعدين لما طالعت داخل اكتشفت إن الشيء الموجود أنا عشان أسويه يبي لي سنتين، كون مبين كان واضح في تجربة من زيدة وأنا قاعد أشوفها، والله حاطين ماركتينج، حاطين سيلز، حاطين أناليتكس، اليوم في إحصائيات موجودة، في سبورت موجود. بي أنا على هذا كل ما على ما أسويش كثير يبي لي يعني غير الوقت غير الترايل أند إيرور. أنا أدري فليش شيء جاهز خالص، لما يت على السعر طالعت يعني بينتس ولا شيء صراحة. قرار سريع اشترك. سؤال بسيط، شفت سولوشنز ثانية غير زيدة؟ إيه موجودة سولوشنز اليوم غير زيدة. شنو اللي خلاك تختار زيدة؟ شنو المقارنات أو شنو هو كان مقياسك إنك تختار شركة معينة وبعدين خلاص رسيت على زيدة؟ زين، على أنا بقول شيء غريب ما سولفنا فيها انت وانت قاعد تسولفين كاني على بالي. انا قبل زيده اوريدي في شركتنا كوكو بالمز كنت ابي اسوي حل مثل زيده ومثل الشركات الباجيه. اوكي، كانت فكرتي اليوم اني ادش السوق في هذا المنتج واخليه يعني لو كوست، مع ان الموجودين ترى يعني يعتبرون اسعارهم جدا ممتازه مناسبه. انا كان لا ودي انزل في لو كوست زياده، وسويت السيستم. لما جربتها على نفسي اكتشفت ان التحديات اليوم اللي فيه وايد كبيرة، وايد كبيرة، يعني مو امر سهل. انا كان عبالي صراحة وشي بالبداية ان اربط اليوم السيرفيس بروفايدر احنا اوكي ومع المطعم وصلى الله وبارك خلاص. بي طلع الموضوع وايد اعمق من كذي. ايه وايد اعمق من كذي. ولما قارنت اليوم الشركات الموجودة بالسوق، هم اوريدي لان كون مبلشين من زمان فهم عندهم خدمات اكثر منهم زيدة. اوكي، فبهالحزة هذه اللي هي قبل أنا أبلش في دايت بوكس وبايت بوكس مع زيدة، قارنت الشركات الموجودة. المنتج اللي أنا نزلته طبعاً the lowest، أسوأ واحد. زين، في شركات بعدين أعلى أعلى أعلى. بعدين بتقييمي الخاص من قبل لا أجرب، من تقييمي الخاص شفت زيدة صراحة الأفضل. يعني هذا من تقييمي الخاص، شفت زيدة الأفضل. أنت تعرفين اليوم أنا كزبون، الحين ما اتكلم كصاحب شركه، كزبون اول شيء اليوم الطيحه طالع مثلا شكل الشركه، شلون شكل الشركه. هذا شيء جذبني، حسيت انه لا والله في شركه محترمه، براندنج حلو مالها. قاعد اشوف اليوم طريقه عرض الخدمات اليوم شلون تقولها زيده كانت وايد حلوه، قاعد يبين انه في تيم موجود، مع ان الحين ما تواصلت مع احد لكن يبين انه في تيم. شركات الباجيه ولا قصورا بحد شفتهم عندهم هذا الشيء لكن اقل مستوى. لحن ما وصلت للسعر ترى، انا بس قاعد طالع اليوم الخدمه. يعني يمكن انا من اخر الاشياء تهمني اللي هي السعر، واللي بالمناسبه زينه بزيده، لكن من اخر الاشياء